حقه. بدك تحكي ولا ما رح تحكي بلاخ؟ بحكي بحكي بس اعطي ضيف مي. اول شيء بتقول لي شو علاقتك بديمتري بعدين شربك مي؟ بلعبة قمار كنا نلتقى بالمقمرة وكان يدينني مصاري. لكان ليش جماعة ديمتري كانوا عم يراقبوه للزعيم؟ لأنه كانوا بدهم يقتلوه. احكي شلون؟ حطوا له سم بالبرشام وقتلوه لأنه عمل دستور وقف بوش فرنسا. ومين اللي حط له السم؟ ما بعرف ما بعرف. بدك تحكي ولا بلع لك عيونك بالملقط؟ ها؟ أنا اللي حطيت له السم كرمال يرجع لي بيتي. ولما انتشر خبر موت الزعيم فكر رهني يا عمتي وعدني إنه يطالعني أنا وأختي وأبني على فرنسا ويأمننا هنيك. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، قتلته أبو الدستور مشان لعبة قمار.